دي كيانات دي يا دكتور طلعت، احنا قلنا البعض منها او فروع من هذه الكيانات مرتبط بجماعه الاخوان، لكن هل من ضمن ال 1055 جمعيه اللي بنتكلم عنهم النهارده في جمعيات او منظمات غير مرتبطه بالاخوان لكن بتتلقى تمويل من الخارج وبالتالي هي موجوده ضمن الجامعات اللي تجمد حساباتها؟ لا ما لهاش علاقه. يعني بص حضرتك، لو ان هذه الجمعيات تتلقى التمويل من الخارج دون ما بإبلاغ، ايوه بدون افصاح، دي المفروض بينطبق عليها قانون 84 اللي بيصدر قرار بحل لها. ده بيبقى قرار الوزير اذا ما ثبت انها حصلت على اموال من الخارج دون ان تخطر او تاخذ موافقه جهه الاداره طبقا للقانون 84 سنه 2002. وزي ما قلنا لحضرتك الاجراء ده بيتم ويرسل ذلك لاخذ راي الاتحاد في عمليه الحل. يبقى دي هذا الامر مختلف، انما دي اموال يعني صدر حكم محكمه بان الاموال ديت قد تكون مصادرها غير طبيعيه، قد تكون بتستخدم في امور مثلا غير طبيعيه، فصدر حكم المحكمه وتم حصرها. انما احنا كاتحاد عام لم نختر بهذه الجمعيات ان هو يكون فيها قرار حل، احنا بنختر اذا صدر قرار من الجهه الاداريه من الوزير المختص بحل اي من تلك الجمعيات، وبيؤخذ راينا في الموافقه على الحل او اخذ الراي، وراينا طبعا يعتبر طبقا للقانون 84 طبقا للماده 42. طبعا راي يعني راي استشاري او راي غير ملزم لجهه الاداره، يعني طبقا للقانون.